مارك بيروتي كتار منكم بيعرفوه من خلال سنوات طويلة أطل خلالها على التلفزيونات، وبالفترة الماضية أكيد من خلال السوشيال ميديا. مهندس زراعي شغوف ومشغول بالحفاظ على البيئة، كما أنه صاحب شركة نيتشر باي مارك بيروتي، يلي رح نحكي بالمقابلة يلي رح نجريها معه عنا هلأ. مارك، هاي هاي. بداية خبرني عنك أكثر وعن دومين. إذا بدك، أنا خلقت بعائلة زراعية، يعني من أنا وصغير أمي كانت تاخذني معها تنسلق ونحب الطبيعة وهيك، وكل العائلة عنا بتاعنا بالزراعة، يعني هذا قبل ما أدرسها. يعني جدي من أشهر اللاندسكيبرز بلبنان من دون ما يكون درسها، أكيد كمان خوالي بالدومين، بيي خيي، سو نحن بالعائلة كلنا بالزراعة. بعدين مرتي كنا بزيت الصف درسنا هندسة زراعية، فإذا بدك هذا الباركور العلمي. بعدين أنا سافرت على فرنسا، عملت 2 دكتوراه، واحد منهم هو عن النباتات بالطبيعة بلبنان. ولفترة معينة كنت رئيس قسم الزراعة بجامعة الروح القدس كاثوليك، وبعدين أكيد صار عندي بروجرام على MTV وفتحنا شركة نيتشر. وهذا هيك على السريع، يعني نبذة سريعة. أكيد حضرتك يعني غني عن التعريف، بس حبينا نرجع نسألك دكتور، بظل الأخطار يلي أكيد عم بتواجهها البيئة حاليا، قد عم تقدروا إنكم تساهموا بالتوعية؟ هلا هو اهم شغله هي التوعيه. يعني اذا بدك انا بقولها لتلاميذي اوقات بطريقه كثير هيك طفوليه وبريئه، انه نحن بمعركه بين بالفرنسي ونقول بين جونتي والميشان، يعني بين المناح والمش مناح. فهن عندهم طرقهم ونحن لازم يكون عندنا طرقنا. فاكثر ما بنوعي الاولاد الصغار، الاجيال الصاعده وحتى الكبار على اهميه البيئه، كل ما بنقدر نغير. وصدقيني فينا نغير، يعني كل ما بتعمل محاضره لو اجى عليها 5 اشخاص سمعوا، يمكن شي واحد منهم بكره يصير رئيس بلديه، يمكن حدا يصير وزير. مزبوط. يمكن فنحن انه شو فينا نعمل، يعني نحن مانا الدوله، فاللي فينا نعمله هو نوعي ونفسر قد ايه البيئه مهمه لنا. صح. وقد ما بنقدر كل واحد انه بيقدر. اوكي، خبرنا شوي، شو هي ابرز التقاليد المرتبطه بالزراعه بلبنان؟ هلا هيدا موضوع كتير كبير. يعني فاذا بدك كل شغله بالزراعه بلبنان عندها مثل لها. فجدودنا كتير اطلعوا على الطبيعه وهن عم بيطلعوا عليها تعلموا منها بكل شيء. اعطيك كم مثل، مثلا بيقولوا انه اي متى بتعرفي انه تاثر منيح مثلا بلبنان؟ بيقولوا وقت تصير ورقه التين قد اجر البطه، ناموا ما تتغطى. سو بيراقبوا شجره ليعرفوا كيف بصير التاس. اوكي، عندك اكثر من 100 مثل على اي متى بتزرعي، مثلا نصبه كانون الاول احسن من نصبه عم نول. فامثال كثير كثيره، يعني بدنا عن جد بدنا حلقات لنشوف كيف فهموا التاس. بيطلعوا على نبته بالطبيعه بيقولوا اذا شفت الوحواح كب بدارك يا فلاح. قبل ما كان في ابلكيشنز واشياء، سو كانوا يطلعوا اذا هي النبته طلعت، يعني صار فينا نكب القمح، صار فينا نعمل اشياء. فلبنان يعني كتقاليد زراعيه ما بتخلص، يعني قد ما بدك فيها. اكيد وفينا نقول على لبنان انه بلد زراعي، ما هيك دكتور؟ هلا ايه ولا، يعني تقلك انا دائما بقول انه لبنان هو بلد كثير حلوه الزراعه فيه، عنده بركة مستقبل بالزراعة، بس لبنان ما هو بلد زراعي. ليه؟ لأنه نحن مساحتنا كتير صغيرة. أوكي. يعني بس تعطيك مقارنة بين لبنان وسوريا بشغلة كتير صغيرة، بالزيتون. سوريا اليوم عم بتصير البلد الأول بالعالم بعدد غرسات الزيتون بالعالم، يعني رح تسبق إذا بدك المغرب وتسبق الجزائر وإسبانيا وكل هول. نحن بلد مساحته صغير، فإذا أنت بدك تيجي تنافس تقولي لبنان بلد زراعي، يعني هيك ما فيك، مساحتك صغيرة. بس فيك بلبنان بسبب كثرة المي وبسبب التأس والشمس والثلج وكل هول، تعمل زراعات ذو كاليتي كثير مهمة. أوكي. وتقدري مثلا تعملي مواصفات قوية وتقدري تسبقي أسواق عالمية. فيك، يعني إذا حدا فكر صح بيقدر يوصل بالزراعة بلبنان. بس نقول لبنان بلد زراعي صعبة. أوكي. يعني عرفت فينا هيدا كمان موضوع كتير كبير. بس فيك مثلا تقولي أنه تفاحة لبنان غير شكل، فيك تقولي بدي أعمل كرز بلبنان وأسبق تركيا لأنه تأسنا بيسمح لنا وننزل على السوق الأوروبي قبل. أوكي. فإذا فكرت مزبوط وعملت استراتيجيات فيك تعملي زراعة منيحة وحلوة وكاليتي رائعة. بس ما فينا نقول انه هو هيك صار بلد زراعي، يعني عم بحكي اذا عم بحكي بس اكيد، يعني اذا كميات ما بتزبط. اوكي، وخليني استفيد من وجود حضرتك معنا، نحكي شوي عن التنوع البيولوجي. سو لبنان بالنسبة لبلد قد صغير، نحن ب 10452 كيلومتر مربع، في بالطبيعة 3000 نبتة، منهم 400 ما في منهم بالعالم غير بلبنان سوريا وفلسطين، و92 نبتة ما في منها بالعالم غير بلبنان. فلهالقد بلد صغير مساحته، هول الأرقام تعتبر كبيرة. جدا كبيرة. يعني طبعا. في مرة أنا رحت سفرت على قبرص، دائما بعطي هذا المثل، طلعوني بالسيارة دفعنا 20 يورو لنروح،
بترجعي بتتفوتي على محمية بتدفعي 10 يورو تمشي 10 دقائق لتشوفي نبتة عندهم إياها بس بقبرص. نحن عندنا 92 فهول النباتات مش معروفين هيدا لما ولما تحكي تنوع بيولوجي مش بس نباتات، فكل نبتة فريدة عندها على القليلة 4 حشرات. ونحن عندنا حشرات كتير، عندنا كمان أكيد ماميفير كتير، في أسماك، في فطريات، يعني كتنوع بهالقد بلد صغير اللي عنا ريكوردز يعني، ونباتات رائعة وناس ما بتعرف أنه هو الأشياء هالقد مهمة وما منقدرها قد ما لازم. وفي نباتات منفكرها لبنانية هي منه، يعني مثلا الناس بتنصدم لما نقول أنه الزيتونة والأكدنة والرمانة منه اللبنانيات، نحن عم نحكي على الأشجار ونباتات اللبنانية يلي مثبتة. وبظل الأهمال الرسمي دكتور مارك يلي عم نشوفه، قديه فينا نقول أنه يعني نسبة التوعية عند الناس صارت شوي أكثر هلا في إهمال رسمي إذا بدك من مطارح ومطارح، يعني نحن بالآخر الوزارات مثلا كان وزارة البيئة أو وزارة الزراعة هن عندهم خطط بتعقد وعندهم قوانين بتعقد وفي ناس بهالوزارات رائعة، المشكلة إنه ما عندهم القدرة ولا البادجت ولا شيء تيقدروا يطبقوا القوانين يلي هن عندهم إياها. هلا مثل ما قلت لك بالأول، إن كان يعني أنا من يلي بيقولوا إنه ما بدنا نقول وين الدولة، نحن بدنا نبلش، يعني بالآخر النفايات العطرقات والناس اللي بتتصيد صيد عشوائي إن كان سمك إن كان طيور هو اللي كمان نحن عم نعمل غلط، فبدنا نحن نبلش بحالنا ما ننطر الدولة. أنا هيدا دائما بقولها وين ما كان اللي عم بكب إذا بدك هالسيجارة مثلا على الطريق، بتعرفي إنه سيجارة واحدة بتلوث 500 لتر مي، فنحن كمان هون بدنا ننتبه لهم، نحن لازم نساهم أكيد. هلا مدارس حاليا وجامعات عم تعمل شغل كتير كبير، فالجيل اللي عم بيطلع واعي يعني بتنصدمي قديه عندهم معلومات وقديش هيك، وأكيد نفس الوقت في جيل ما باله يعني صح. بدنا نضلنا نكمل بهالمعركة. أوكي، وخبرنا شوي عن واقع المحميات اليوم. هلا نحن بلبنان كمحميات متقدمين كتير على كتير بلدان وحتى على كل بلدان العربية اللي حوالينا. أوكي. يعني أنا من 4 سنين كنت مستشار وزير البيئة ورحت على السعودية لننقل نحن خبراتنا على السعودية لأنه عندنا محميات من تقريبا 30 سنة. نعم. حاليا بلبنان عندك تقريبا إذا بدنا نعطي أرقام 19 محمية طبيعية معلنة بالبر وعندنا 3 بالبحر. وهالمحميات بيعملوا إذا بدك أغلبية غابات الأرز بلبنان صارت محمية. وعنا يهون وين ما كان، يعني عنا 19 محمية في منهم كتير كبار، في منهم صغار، في منهم بالبحر. فبهيدا الموضوع لبنان عم يعمل كتير منيح وفي محميات كتير أكتف، يعني عندهم دايما يعني في بلبنان أرقام بتفرجي أنه في تقريبا 300 ألف شخص بيدخلوا على المحميات بالسنة. هيدا بيخلي أكيد ناس تبقى بضياعة، بيخلي الإيكوتوريزم يكون كتير قوي، بيخلي كمان إذا بدك الاقتصاد بالمحلي كمان يكون أحسن وأحسن، بيوت الضيافة تشتغل بسبب المحميات، فهيدا شغل كتير مهم. هلا نحن عنا مساحات خضراء كتير كبيرة بعد لازم نحميها، المشكل أنه أوقات هالأشياء الحلوة كتير بلبنان هي ملك خاص وما فيك تتدخل يعني بموضوع دغري تعمليها محمية، بس نعتبر بالمحميات كتير هيدا الشغلة متقدمين فيها، أكيد بعد لازم، بس فينا نقول أنه عنا تقريباً 13% من مساحة لبنان بعدها خضراء ومنهم صرنا تقريباً 4% من مساحته محمية. Okay. Which is very good. هيدا الشغلة هي أرقام كتير منيحة يعني. أوكي، والدكتور بدي أنهي مع حضرتك بإني أسألك شو الخدمات يلي بتقدموها بالشركة؟ هلا نحن إذا بدك يعني أنا السي أو تبع شركتين، واحدة اسمها نيتشر وواحدة ميد باي نيتشر. نيتشر هي كل شيء دراسات زراعية. نعم. كل شيء تنسيق حدائق وأعراس وهيك. أوكي. ميد باي نيتشر هي اللي بنشتغل فيها كل شيء مونة، نحن عنا حاليا يعتبر من أكبر محل مونة وحرفية بالشرق الأوسط، فيها تقريبا في بقلبها 700 سبلاير أو يعني إذا بدنا نقول صغار المنتجين. نعم. يلي بيشتغلوا بإيدهم ونحن بنجرب نساعدهم نسوق لهم هيدا البرودكتس. فهيدا هيك على السريع شو بنعمل، وهو كمان مطرح للحرف وبنعمل تقريبا معارض مرة بالشهر، بس الاختصاص الكبير تبعنا هو تنسيق الحدائق، الدراسات الزراعية بكل الدومين وأكيد الدراسات البيئية. حلو دكتور، يعني الحديث عن بيئة ما بيخلص حضرتك بتعرف، بس شرفنا. ثانك يو لك. ثانك يو لك. مرسي على المعلومات.